سلام الله عليكم. نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. بدايتها مع هاجر سليمان. أهلا بك هاجر. أهلا بك رميحي ومشاهدينا، تحية طيبة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جرى خلاله التباحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن جهود التهدئة. وقد أشاد العاهل الأردني بالدور الذي تقوم به مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدة الإنسانية. كما ثمن الرئيس السيسي الجهود الأردنية في ذات السياق، وأكد الجانبان رفضهما التام لتصفية القضية الفلسطينية أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين، مشددين على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لإنقاذ قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي يواجهها. وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زعيمين حذرا في هذا الصدد من خطورة استمرار الحرب في غزة واتساع نطاق الانتهاكات التي تشهدها الضفة الغربية، بما يدفع نحو توسع الصراع بالمنطقة ويؤدي لتداعيات سلبية على شعوب المنطقة كافة وعلى السلم والأمن الدوليين. أجرت السيدة انتصار السيسي اتصالا هاتفيا بالسيدة عزة التي فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث القطار الأليم. قدمت السيدة انتصار السيسي خلال الاتصال خالص التعازي والمواساة، وأكدت أن الحديث مع هذه السيدة المصرية الأصيلة كان مؤثرا، وأنها أبدت صبرا وإيمانا كبيرا بقضاء الله برغم عمق الألم. أضافت السيدة انتصار السيسي: نسأل الله أن يربط على قلبها ويمنحها القوة والصبر، وأن يتغمد الفقيدات بوسع رحمته. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد كبير من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وسفراء عدد من الدول بالقاهرة، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية، ولفيف من الشخصيات البارزة والإعلاميين، وأيضا عدد من مسؤولي بعض الأجهزة والجهات المعنية بالدولة. وتستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية أيضا، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم متمكن قادر واع ومثقف للمجتمع. وخلال الاحتفالية شاهد رئيس مجلس الوزراء والحضور فيلما تسجيليا عن المبادرة التي تستهدف الإنسان المصرية وتدعم الهوية المصرية وكذا أهدافها وأسلوب تنفيذها، متضمنا جهود الدولة في مجال التنمية البشرية بشكل عام، حيث تم التأكيد على ضرورة مشاركة مختلف جهات الدولة للمساهمة في نجاح هذه المبادرة. إلى ذلك استعرض رئيس الوزراء والحضور اصطفافا للعديد من السيارات التي سيتم من خلالها تقديم خدمات المبادرة في مختلف القطاعات التي تستهدفها المبادرة لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية. تحركت هذه السيارات من مقر اصطفافها من منصة ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي ذات التوقيت من مختلف المحافظات إذانا ببدء إتاحة خدماتها للمواطنين. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خالص التهنئة وجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة انطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان. وفي كلمته خلال الاحتفالية التي أقيمت بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة إطلاق المبادرة الرئاسية، أكد مدبولي أن المبادرة تعد تجسيدا لاهتمام الدولة بالعنصر البشري، كما تأتي
إعلانا لبدء عقد اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص تهنئة وجزيل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة انطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان. تلك المبادرة التي تعد تجسيداً لاهتمام الدولة بالعنصر البشري وتأتي لإعلان بدء عقد اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان ويسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات الحكومية في وقت واحد وبصورة تكاملية، وهو الأمر الذي سيسهم في رفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المواطنين. وأدعو الشعب المصري بكل فئاته للتأمل في اسم المبادرة والذي لم يأتي بالمصادفة، حيث أن تكلفات السيد الرئيس تتمحور حول تقديم خدمات ومزايا تشعر المواطن المصري بأنه يعيش بداية جديدة في شتى مناحي الحياة. نحو 30 جهة تتعاون وتتكامل فيما بينها لتحقيق الهدف الأشمل والأعم، والذي يتمثل في تغيير واقع ومستقبل المواطن والدولة المصرية إلى الأفضل في مختلف المجالات. مرحلة التحضير لإطلاق المبادرة تضمنت إطلاق مبادرة سفراء التنمية البشرية حتى يتمكن الجميع من المشاركة الفاعلة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية للعمل على بناء وعي الإنسان وقدراته وإكسابه مختلف المهارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لوطننا الحبيب. كما أكد رئيس الوزراء أن الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة هو المسار الذي تنطلق من خلاله المبادرة الرئاسية، داعيا جموع الشعب المصري العظيم إلى المشاركة في المبادرة والاستفادة من خدماتها، كما دعا المجتمع المدني إلى التعاون لتحقيق أهداف هذه المبادرة الوطنية. الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة هو المسار الذي تنطلق من خلاله مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، ومن ثم أدعو الشعب المصري العظيم إلى المشاركة في المبادرة والاستفادة من خدماتها، وأدعو المجتمع المدني إلى التعاون لتحقيق أهداف هذه المبادرة الوطنية. وختاماً أتوجه بالشكر للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية وجميع الجهات المعنية والمشاركة في التحضير والإعداد لإطلاق هذه المبادرة المهمة التي تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري. أكد دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان هي نموذج للمشروع القومي للتنمية البشرية. وخلال لقاء خاص مع أكسترا نيوز أكد نائب رئيس الوزراء أن الدولة تعمل بشكل جاد نحو تنمية وخدمة الإنسان المصري في شتى المجالات ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية. مبادرة بداية هي يعني نموذج للمشروع الأشمل والأكبر، وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة أو التنمية البشرية. المشروع القومي للتنمية البشرية طبعا بدأ منذ يعني تكليف سيادة الرئيس لينا بتشكيل مجموعة وزارية تكون معنية بملف التنمية البشرية حتى يتم التنسيق ما بين الوزارات المعنية بهذا الملف تحديدا فيما بينهما. وبتكلم على يعني ما يقرب من حوالي 15 ل16 وزارة بنجتمع بشكل تقريبا كل أسبوعين علشان نحط محاور ونحط كل ملامح الخطة أو الملامح المشروع القومي للتنمية البشرية. هو التنمية البشرية ببساطة هو رحلة حياة الإنسان من قبل ما يتولد لحد ما يتوفى. الدولة المصرية اللي انت شايفه في اللي احنا بنعمله، الإعجاز اللي احنا موجودين فيه سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو في كل المدن الجديدة اللي الدولة يعني عملتها من خلال سيادة الرئيس في العشر سنوات، وهو ده بكل المقاييس العلمية ومقاييس البناء هو يعتبر إعجاز.
بالإضافة طبعا للمشاريع الخاصة بالنقل والمواصلات، المشاريع الخاصة بالإسكان الاجتماعي والتوسع الزراعي والأنفاق كل المشاريع الضخمة اللي الدولة بتعملها حتى في مجال الميكنة والرقمنة، كل دي الغرض منها أصلا هو الإنسان. وبالتالي وجود ملف لتنسيق ما بين كل الوزارات المعنية للتنمية البشرية ياخد رحلة الإنسان قبل الولادة ويمشي معاه بعد الولادة، من صحة، من تعليم أساسي، من تعليم عالي، من فرص عمل، من بطالة، من تمكين للمرأة، من قضية سكانية، من محو الأمية. كل دي محاور كبيرة جدا فيها تفاصيل كثيرة بتتابع وبيتم يعني الحقيقة وضع الخطط وتم عرضها على سيادة الرئيس اللي أشار ببدء التنفيذ في المبادرة. النهاردة المبادرة بداية هي انطلاق للمشروع القومي للتنمية البشرية، انطلاق علشان نقدر نصل لكل محافظات مصر من خلال زمايلنا المحافظين، من خلال لا مركزية في الإدارة، علشان يقدر كل محافظ يكون عنده شاشة وعنده ميكنة لمؤشرات يشوفها ويتابعها. كما أكد نائب رئيس الوزراء أن التنمية البشرية هي أساس تقدم الدول والشعوب، مشيرا إلى عدد من النماذج الناجحة في هذا الصدد. الثروات الطبيعية تنضب، لو بترول، لو غاز، لو ذهب، لو معادن، أي كان. وبالتالي العالم اللي تقدم سريع جدا هو العالم اللي استثمر في التنمية البشرية. استثمر يعني حط استثمارات ضخمة جدا في التعليم، من أول المعلم للمدرسة للطالب للمناهج الدراسية، استثمر في الحياة الصحية للمواطنين. وهديك مثال على كده، كوريا الجنوبية بدأت التنمية البشرية سنة 60، ليست من قرون طويلة، ولكن في خلال الخمس عقود الماضية هي ركزت على التعليم وعلى الصحة بشكل كبير جدا. النهاردة الاقتصاد كوريا الجنوبية من أعلى اقتصادات العالم، وهي لا تمتلك قدرات طبيعية وثروات طبيعية أكثر من الإنسان طبعا. ولنا في اليابان مثال لا ينسى، لأن اليابان لا تمتلك بعد الحرب العالمية أي مقدرات من ثروات تستطيع أنها تعتمد عليها في الناتج القومي المحلي، ولكن معدلات الاقتصاد العالمي بالنسبة لليابان من أعلى دول العالم. ليه؟ لأن التركيز كان على الإنسان هو محرك التنمية الاقتصادية وهو محرك التنمية الصناعية. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي متابعته لإجراءات الحكومة في إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أكد مدبولي أنه ناقش مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملف الربط الكهربائي بين البلدين، حيث تم التأكيد على الإسراع في الإجراءات التنفيذية في هذا الملف. كما اطلع مدبولي على عرض تفصيلي حول قدرات الطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2029 من واقع القدرات المركبة الحالية، وكذا المتوقع إضافتها خلال العام الحالي وحتى حلول الصيف المقبل، إضافة للقدرات الأخرى التي سيتم إضافتها من المشروعات المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة ما بعد 2025. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعول كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار، خاصة فيما يتعلق ببرنامج أطروحات الحكومية. وخلال اجتماع عقده لمتابعة جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية، أشار رئيس الوزراء لأن تطوير أداء البورصة المصرية يأتي في إطار مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن البورصة بدأت منذ سبتمبر 2023 في وضع استراتيجية للعمل من خلال حوار مجتمعي فعال للتعامل مع التحديات التي تواجهها. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد عرضا تفصيليا حول الإجراءات التي تم الانتهاء منها لدعم المستثمرين.
واضحة أنه تم إصدار عدد 1682 موافقة بيئية خلال الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 16 من سبتمبر الجاري، وتوقيع عقود مع عدد 5 مصانع أسمنت لإدارة وتشغيل عدد 13 مصنعا لتدوير المخلفات. كما أعلنت أنه جاري حاليا تحويل الغاز إلى طاقة بمدفن السلام ومدافن الحمامة باستثمارات تقدر ب40 مليون دولار. كما شهد الاجتماع إعلان استخدام الحمات بمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش وتحويلها إلى طاقة باستثمارات مبدئية 220 مليون يورو. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير على عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة، مؤكدا التطلع لزيادة التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالي الصناعة والنقل. جاء ذلك خلال لقاء موسع مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توفير مناخ استثماري جيد أمام كل المستثمرين، لافتا إلى أن الجانب المصري حريص على زيادة المشروعات والاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية في مجالات أهمها صناعة ألواح الطاقة الشمسية وإطارات وبطاريات السيارات وتوربينات محطات طاقة الرياح، فضلا عن جرارات السكة الحديد. أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن حملة 100 مليون أو 100 يوم صحة قدمت أكثر من 74 مليون و 412 ألف خدمة مجانية خلال 47 يوما، وتقدم المبادرة خدمتها في القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 21,518 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 3,145 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 30,868 خدمة. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات التدريبية وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر من القوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الصربية تدريبا مشتركا بميادين التدريب القتالي للقوات الصاعقة، والذي استمرت فعاليته على مدار عدة أيام بجمهورية مصر العربية. تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، منها تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية التي أبرزت الدقة والمهارة التي وصلت إليها العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ كافة المهام المشتركة بكفاءة عالية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي تكلف بها تلك الوحدات. يفتتح وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي، ويهدف الحوار الاستراتيجي إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية، فضلا عن زيادة الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم. هذا ومن المقرر أن يعقب الجلسة الافتتاحية مؤتمر صحفي للوزيرين. يأتي ذلك فيما اكتسب الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة أهمية كبرى خلال الأعوام الأخيرة بسبب الأوضاع في المنطقة. المزيد في العرض التالي. الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي يعقد في القاهرة ويترأسه وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ التنمية الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة. يهدف إلى تقوية الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم. يتناول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في الشرق الأوسط. عقد الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي المرة الأخيرة عام 2021 في واشنطن. اكتسب الحوار الاستراتيجي أهمية كبرى خلال الأعوام الأخيرة بسبب الأوضاع في المنطقة. شهد عام 1998 تدشين أولى جلسات الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي. عقدت أول جولة للحوار في واشنطن عام 1998، ثم عقدت الجولة الثانية في القاهرة في نفس العام. عقدت الجولة الثالثة للحوار في فبراير عام 1999 بواشنطن. الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي. استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وفدا من غرفة التجارة الأمريكية، والذي يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الشهر الجاري. وصرح سفير تميم خلف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة بأن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية باعتبارها أحد المحاور الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا للدور الحيوي الذي تطلع به غرفة التجارة إلى جانب مجالس الأعمال والشركات والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصحي والطاقة المتجددة. كما استعرض وزير الخارجية والخطوات والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الدولة مؤخرا في سبيل تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر، مشددا على أن جذب الاستثمارات الخارجية يعد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة المصرية. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمجر. وخلال لقائه بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، أشار وزير الاستثمار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 379 مليون دولار، محققا نسبة زيادة بلغت 16.9% عن عام 2022. أشار الخطيب إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال المجري، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة وما يتعلق بها من شبكات للنقل والتوزيع والألواح الشمسية والبطاريات، منوها بجهود الدولة الحالية لتطوير السياسات المالية والنقدية وكذا السياسات التجارية، وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر. من جانبه أكد سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات. أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات لبدء العام الدراسي الجديد، ومنها تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول وحل مشكلة عجز المعلمين وتطوير البنية التحتية للمدارس. وخلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف القومية، شدد وزير التعليم على أن العام الدراسي الجديد سيشهد وصول كثافة
الفصول إلى أقل من 50 طالبا على مستوى 90% من المدارس، مشيرا إلى الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدي عملية تعليمية جيدة داخل الفصل بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية. كما أكد اعتزام التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس النواب بإصدار رخصة مزاولة المهنة لمن يرغب في الالتحاق بمهنة التدريس. كرمت الهيئة القومية للبريد أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-24 على مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالي ضمن مبادرة مسار. وتهدف مبادرة مسار التي أطلقتها الهيئة القومية للبريد العام الماضي إلى دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية بمختلف فئاتهم وتشجيعهم على مواصلة التفوق وبذل الجهد للمحافظة على التفوق والتميز خلال مسيرتهم الدراسية ورحلتهم التعليمية الجامعية. البريد المصري العام التالي للثاني على التوالي ان احنا بنرعى فيه المتفوقين من ابنائنا من حملة المؤهلات الثانويه العامه والازهريه والفنيه، وذلك حرصا من البريد المصري على دعم هؤلاء المتفوقين ومد الدعم الكامل ليهم في مسيرتهم التعليميه حتى يحافظهم على مبدا التفوق الخاص بهم، بالاضافه ان دوت بيمثل دعم لاسرهم كمان ورد لجزء من الجميل اللي قاموا بيه بحرص على تفوق أبنائهم في حركات التعليم اللي هما كانوا بيبشروها طوال العام ومجهود. والبريد المصري بيحافظ على دوت حرصا منه على دعم الشباب، لأن الشباب وتفوق الشباب هو القوة الداعمة للمجتمع بالكامل. الشروط اللي حطيتها الهيئة القومية للبريد لاستمرار دعم المتفوقين من أبنائنا الطلاب هو أن يكون التفوق هو هدفهم، وأن التفوق يكون مسيرة ليهم لحتى يحققوا مبدأ التفوق بالكامل، ورعيناهم كمان في مسيرتهم في حياتهم الجامعية ان الطالب لو حافظ على تفوقه وحتى تقدير جيد جدا احنا بنفضل ندعمه طول حياته في الجامعة، حرصا من الهيئة القومية للبريد على استمرار تفوقه في المرحلة الجامعية. كمان الشريحة اللي هي بنستهدفها الطلاب وهم شريحة الشباب، وهي دي الـ 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 الاساس بتاع الفكرة، ان احنا بنتبنى الشباب المتميز، بنأكد على ان الفكرة مش سنة واحدة، لا احنا مستمرين في المبادرة لمدة 6 سنوات، ويمكن السنة اللي فاتت لما بدأت في 2023 وعاملين 5 سنوات بحيث انها تغطي المسار الجامعي للطالب المتميز. بنؤمن ايمان كامل ان سوق العمل يتطلب التنوع ويتطلب ان يكون الشباب اللي بيخرج لسوق العمل يكون قادر على ان هو يكون النواة والركيزة الاساسية للدولة وخطتها المستدامة في 2030. دعم كبير، ونشكر طبعا البريد المصري على يعني هذا يعني الاحتفال، وده طبعا دعم لأي طالب ناجح او متفوق اللي هو يعني يزداد في التفوق بتاعه، وطبعا يعني ده دعم لأجيال جديده اللي هم يعني يطلعوا من الاوائل. مبسوط ان النوع التفوق ده لسه مستمر، انا ثانويه عامه السنه اللي فاتت، فالتكريم ده لسه مستمر طول سنين الجامعه، فحقيقه ده شيء جديد انا ما كنتش عارف عنه، و نوع الرعاية المقدم وإن هو تكريم معنوي ومادي، وحاسس إن هو شيء فعلا بيشكل حافز لطلبة كتير إنها تكون متفوقة في ثانوية عامة وإنها تكمل تحافظ على التفوق ده في خلال سنين الجامعة كلها. الموضوع مكمل معنا في الجامعة، وفكرة إن هم كمان بيشجعونا إن إحنا نكمل على المستوى اللي إحنا فيه وأحسن، لازم على الأقل نجيب جيد جدا وامتياز، فطبعا دي حاجة كويسة جدا تخلينا طول الوقت حاسين إن إحنا لازم نعمل أحسن ما عندنا، وفي حد بيشجعنا طبعا. دعم معنوي إن هم يفكرونا، إن هم فاكريننا، إن هم دايما في ظهرنا، وإن هم برضو حاجة حلوة إن هم يقولوا، يعني في ناس يعني تفتكر إن الموضوع سلبي إن هم يقولوا إن هو جيد جدا أو امتياز، بس دي حاجة فعلا بتفكر ان احنا لازم دايما نزق نفسنا ان احنا نبقى نحافظ على مستوانا، ان احنا وصلنا لمستوى معين متفوق ان احنا هو ده اللي منتظر منا، فده يعني دفعة للتفوق. كنت سعيد ان من ضمن الطلبة اللي اتكرموا في مبادرة مسار، والمبادرة اللي هم عملوها مبادرة جميلة خالص، ازالت الصورة السلبية اللي الطلبة بيظنوها لو انا بقيت من اول الجمهورية السنة دي خلاص انا اتنسيت، هتنسى السنة الجاية وهدفي، لا، مع مبادرة مسار مفيش حاجة اسمها
انت خلاص الدفنت هتدفن السنه الجايه ان في اوائل تانيين هيطلعوا انت هتتنسى. لا، انت لو حافظت على تفوقك هتيجي تتكرم مع الاوائل بتوع السنه الجايه وهكذا. أكد دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن رؤية الوزارة في الاستثمار في بناء القدرات الرقمية تستهدف تأهيل الشباب للمنافسة بفاعلية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية لتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة. جاء ذلك خلال حفل ختام فعالية هاكاثون بالمصري تك الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات تحت شعار ابتكر لتعزيز الهوية المصرية واللغة العربية بهدف تشجيع الشباب على إنتاج حلول وتطبيقات مبتكرة تخدم اللغة العربية وتعزز ارتباطهم بهويتهم المصرية، وذلك بمشاركة 752 مشارك من طلاب المدارس والجامعات والشباب حديثي التخرج من مختلف المحافظات، حيث قام وزير الاتصالات بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في هاكاثون بالمصري تك. شهدنا فعالية في منتهى الأهمية لأنها بتكرس كل أهداف بناء القدرات والكوادر في مجال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقه أيضا لتحقيق أهداف ثقافية وقومية واستراتيجية. أقمنا في بداية هذا الصيف مسابقات لكل خريجي كافة مبادرات التي تقيمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الهيئات والجهات التابعة لها. طبعا قسم المتسابقون إلى شرائح عمرية متجانسة إلى تخصصات تقنية متماثلة بحيث أنه يستطيعوا تكوين فرق من خلالها يتمكنون من تنفيذ مشروعات تكرس وتعزز الهوية المصرية والفخر بتاريخ وحضارة ومستقبل بلدنا العظيم من خلال وسائل تقنية، بناء برمجيات، بناء ألعاب رقمية، بناء أفلام بمختلف تقنيات الفنون الرقمية. فالهدف هو أن يوظف المتسابقون قدراتهم وما تلقوه من تدريب تقني وبناء ملكات وقدرات شخصية يوظفون كل هذا في عمل تطبيقي. احنا خريجين الاي تي اي 9 شهور كنا تراك 2 دي انيميشن اند موشن جرافيكس. احنا التيم بتاعنا مكون من 8 افراد وسمعنا عن الهاكاثون من خلال الاعلان عن المسابقة من خلال صفحة المعهد على لينكد ان، والحقيقة ان احنا كنا متحمسين جدا ان احنا نشارك في المسابقة دي لاننا هنشارك بالفيلم اللي عملناه اللي اسمه مذاق من جذور، لان حبينا ان احنا نبين الهوية الفلسطينية وكذلك الهوية العربية. انا كسبت بالمركز الثاني في الهاكاثون انا والتيم بتاعي. طبعا ده بفضل ربنا ثم بفضل التيم بتاعي ان احنا اشتغلنا كتير مع بعض. اكتر لغه بقت مطلوبه في المستقبل او في سوق العمل يعني هي لغه البرمجه بايثون، فانا بتعلمها علشان ابقى بعد كده يبقى عندي خطه للمستقبل. بدأت رحلتي في البرمجة عن طريق مبادرة برامج مصر الرقمية. كانت بدأت في اللي هو أول ثلاثة سمستري وخلصت خلاص. لسه بقى التدريب الصيفي هيبقى الأشبال الصيف الجاي ولسه مخلصها من 3 أيام. أول امبارح كانت خلصت. أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية عن إطلاق اليوم التعريفي لبرنامج نجوم مصرية ستارز في مجمع دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم لمواجهة تحديات المستقبل. يعد برنامج نجوم مصرية منصة تدريبية شاملة تهدف إلى دعم وتمكين الشباب المصري في مختلف المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. من خلال هذا البرنامج سيلتقي المشاركون تدريبات مكثفة في موضوعات محورية مثل التنمية المستدامة، وظائف المستقبل، وريادة الأعمال، وذلك بهدف إعداد جيل من القادة المبتكرين القادرين على مواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة.
أكدت مؤسسة حياة كريمة أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزامها بتوفير فرص متكافئة للشباب المصري من مختلف الفئات الاجتماعية. يعد البرنامج فرصة حقيقية لتطوير أفكار الشباب وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة، حيث خصصت المؤسسة 5 ملايين جنيه لدعم أفضل الأفكار الريادية. يعتبر هذا الدعم المادي أحد العوامل الرئيسة التي تميز برنامج نجوم مصرية، حيث يشجع الشباب على تقديم حلول إبداعية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز أهداف التنمية المستدامة. وتدعو مؤسسة حياة كريمة الشباب من جميع أنحاء مصر للمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يمثل فرصة لاكتساب المعرفة وتطوير المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. كما تشجع المؤسسة كل من يمتلك الطموح والإرادة على الانضمام إلى هذا البرنامج المتميز الذي يمثل بوابة نحو الابتكار والريادة للشباب المصري. أجرى وزير الخارجية والهجرة دكتور بدر عبد العاطي اتصالين هاتفيين مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب لمتابعة الموقف في لبنان في ضوء الهجوم السبراني الذي أسفر عن تفجير أجهزة الاتصالات بالعديد من المناطق اللبنانية. ونقل وزير الخارجية والهجرة توجيهات الرئيس السيسي بالتواصل السريع مع الأشقاء في لبنان بهدف الإعراب عن الدعم المصري الكامل للبنان الشقيق وتأكيد حرص مصر على أمن واستقرار لبنان وعدم انتهاك سيادته من أي طرف خارجي وعرض تقديم أي دعم ممكن للأشقاء في لبنان خلال هذا الظرف الحرج. كما جدد وزير الخارجية خلال الاتصالين التحذير من خطورة التصعيد الإقليمي في المنطقة والانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، مؤكدا أن التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب لبنان تعد مؤشرا واضحا على أن المنطقة بصدد منعطف خطير جراء تصرفات أحادية غير مسؤولة ومتهورة والتي ستؤدي إلى تبعات ستلقي بظلالها على استقرار المنطقة بأسرها. كما أكد الأهمية البالغة لمنع التصعيد وهو ما يتحقق بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة الهجمات الإسرائيلية ضد أجهزة الاتصال في لبنان بما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وآلاف الجرحى. أعرب أبو الغيط عن التضامن الكامل مع لبنان شعبا وحكومة في مواجهة هذا الاعتداء السافر على سيادته وأمنه، داعيا مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والمتهورة للأمن والسلم في المنطقة. أدان مجلس الوزراء اللبناني تفجير الاحتلال الإسرائيلي لأجهزة الاتصال اللاسلكية بيجر في عدد من المناطق اللبنانية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكد المجلس أن هذا العدوان الإسرائيلي الإجرامي يشكل خرقا خطيرا للسيادة اللبنانية، مشددا على أن الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولية حيال هذا العدوان. كان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض قد أعلن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 2800 في تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية بيجر في عدد من المناطق اللبنانية، مشيرا إلى أن غالبية الإصابات في اليد.
كانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت بسقوط عشرات الإصابات في جنوب لبنان جراء اختراق الاحتلال الإسرائيلي بواسطة تقنية عالية أجهزة الاتصال بيجر، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، وتعمل فرق الإسعاف على نقلهم إلى المستشفيات. أكد السفير إيهاب سليمان سفير مصر في فلسطين أن مصر تواصل جهودها مع كل الأطراف المعنية للتوصل لحل نهائي وشامل يضمن حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي بشكل دائم. وخلال لقائه مع روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أكد السفير المصري الموقف المصري الثابت بشأن ضرورة التوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية مبنية على الاتفاقات المبرمة والشرعية الدولية الملزمة التي تنتهي إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. استعرض السفير سليمان الجهود التي تبذلها مصر من أجل رفع المعاناة عن سكان قطاع غزة، وفي مقدمتها الجهود الكبيرة المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع واستمرار التحركات الإقليمية والدولية من أجل زيادة إدخال المساعدات والاحتياجات اللازمة لسكان القطاع. كما تناول اللقاء الأوضاع المتفاقمة في الضفة الغربية. من جانبه أعرب فتوح عن تقديره واعتزازه بمواقف مصر بقيادة الرئيس السيسي الداعمة للشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. قدمت دولة فلسطين مشروع قرار للأمم المتحدة يعكس فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الجمعية العامة طلبت من محكمة العدل الدولية رأيها الرسمي بشأن الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى رأي المحكمة بأن انتهاك إسرائيل المتواصل لوضعها كقوة احتلال من خلال الضم وتأكيد السيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجعل الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني. جدد المجلس الوطني الفلسطيني مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشار المجلس في بيان إلى أن العالم أدار ظهره لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخذل الشعب الفلسطيني، وأصبح يراقب عمليات القتل والإبادة اليومية في غزة، وخاصة قتل الأطفال والنساء والحصار الظالم على الفلسطينيين. خبرنا الأخير من أحوال الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. نشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزميل محمد رميحي وأنا هاجر سليمان وفريق العمل، في أمان الله.